فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا. ياريت كمان تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية ممولة بالكامل فيها الإمارات ومتاحة لجميع المراحل الدراسية. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمام؟ وطبعا يعني معروف أن دولة الإمارات من أقوى الدول العربية اقتصاديا. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة أبو ظبي، وجامعة أبو ظبي لها ترتيب عالي جدا على مستوى العالم. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي أو المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني متاحة لجميع الفئات والمراحل الدراسية. مخلص ثانوية عامة وفي آخر سنة من الثانوية العامة بتقدر تقدم على بكالوريوس، مخلص بكالوريوس أو آخر سنة بكالوريوس تقدر تقدم على ماجستير، مخلص ماجستير أو آخر سنة ماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه، يعني بتكون متاحة لجميع المراحل وكمان للناس اللي في آخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي. أنواع المنح المتاحة في المنحة دي، تمام، عندنا منح عديدة، عدة فئات وعدة أشكال للمنح بيتم إعطائها للطلاب اللي بيدرسوا في الجامعة دي. عندنا أول حاجة منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد، ودي بيكون فيها رسوم الدراسة مجانا ورسوم الطلب ورسوم التسجيل وخدمات طلابية، ويكون فيها كمان رسوم السكن وأشياء كتيرة جدا والتأمين الطبي، ومنحة الخريجين على أساس الجدارة طبعا، وبيتم منح خصم 25% من رسوم الدراسة، ومنحة جامعية من 10-50% من الدراسة. يعني كل دي أشكال من المنح، تمام، وبتتجدد للطالب وبيتم منحها لعدد كبير من الطلاب. أغلب الطلاب اللي بيدرسوا في الجامعة دي بيدرسوا على أساس منح دراسية، فدي حاجة كويسة جدا إن الجامعة دي فيها أشكال كتيرة جدا من المنح الدراسية. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، بيقولك إن جميع المجالات الأكاديمية تقريبا للحصول على منح دراسية في أبو ظبي للطلاب الدوليين متاح، تمام. عندك برامج البكالوريوس زي التخصصات الهندسية، إدارة الأعمال، الكلام ده كله موجود، وهتلاقي تيجي تضغط على كلمة من هنا دي هيفتح معاك برامج البكالوريوس المتاح. وبرضو أنا حاطط لك برامج الدراسات العليا اللي هي الماجستير والدكتوراه، هتيجي تضغط على كلمة من هنا هيفتح معاك برضو برامج الماجستير والدكتوراه أو تخصصات الماجستير والدكتوراه. زي ما احنا هنشوف هنا كاتب لك البحث عن البرامج، هيطلع لنا دلوقتي صفحة الأندرجراديت أو الباشلر ديجري، تمام، اللي هتلاقي فيها تخصصات البكالوريوس دي جامعة أبو ظبي الصفحة الرئيسية ليهم. هتلاقي هنا بيطلع معاك التخصصات المتاحة للبكالوريوس، بكالوريوس في الإعلام، بكالوريوس في القيادة الاستراتيجية، بكالوريوس في العلوم التغذية والحمية، هتلاقي عندك بكالوريوس في الهندسة الصناعية، هتلاقي تخصصات كتيرة جدا بتشوف الحاجة المناسبة ليك وبتقدم عليها، تمام. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم، عندنا الأوراق بسيطة مش معقدة، لازم تملأ أبليكيشن المنحة بشكل كويس. تاني حاجة تحط صورة جواز السفر بتاعك، دي إلزامي، كمان السيرة الذاتية بتاعتك، وكمان شهادة آخر مؤهل دراسة حصلت عليه، ولو أنت في آخر سنة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، ولو عندك طبعا أي أوراق إضافية زي شهادة لغة، تطوع، كورسات، أي حاجة من الحاجات دي بتدعم من طلبك، تمام. عندنا هنا تنويه إن المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، فهي متاحة لجميع الأعمار. تاني شيء ان المنحة دي اذا انت غير متاح معاك شهادة اللغة الانجليزية بتقدر تقدم عليها حاليا. كمان يمكنك التقديم اذا انت خريج او في اخر سنة من المؤهل الحالي زي ما احنا وضحنا، تمام. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو التقديم متاح الان، لان يعني الجدول الاكاديمي بيكون مختلف، ما اعلنوش عنه، ولكن التقديم متاح من الان، تقدر انك تقدم عادي على الجامعة وعلى المنحة. عندنا هنا بعض الملاحظات.
ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وخدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها. ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، وخدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقي رابط خدماتنا موجود هنا، بتضغط عليه وبتختار الخدمه المناسبه ليك وبتملى استمارتها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه وانواعها. طبعا احنا حددنا انواع كتير هنا. هيفتح معانا دلوقتي صفحه السكولارشيبس، دي صفحه السكولارشيبس في جامعه ابو ظبي، بتلاقي بيوضح لك هنا منحه الشيخ حمد بن زايد، تمام، انواع منح كتيره جدا وعديده جدا بتلاقي هنا، تمام كده. وكمان منح للرياضيه، المنح الرياضيه برضو بتكون متاحه. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفيه التقديم في المنحه دي. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم، تمام. ابلكيشن التقديم زي ما احنا قلنا هو مش معقد، ولكن محتاج منك انك تملا الابلكيشن بشكل احترافي وتحط فيه كل الاشياء المطلوبه. طيب هيفتح معانا صفحه التقديم بالشكل ده. اول حاجه لازم انت تعمل كرييت اكونت. انت ما عندكش اي دي ولا عندك باسورد على الموقع بتاع الجامعه، تعمل ايه؟ لازم تعمل كرييت يوزر اي دي الاول والباسورد وتعمل الاكونت. فهتروح تكتب هنا يعني اي يوزر اي دي انت عايزه، وتعمل كرييت الباسورد، تحط الايميل بتاعك هنا، اسم الاول اسم العائلي، وتضغط على كرييت اكونت. بعد ما بتضغط على كلمه كرييت اكونت بيوصلك كود على الايميل بتاعك، بتفعل من خلاله الاكونت، وبعد كده بتروح تحط الكود بتاعك، تمام. مثلا احط الكود بتاعي ده واحط الباسورد بتاعي، تمام، وبعدين اضغط على كلمه ساين ان عشان يدخل للابلكيشن الخاص بالمنحه، تمام، او الابلكيشن الخاص بالتقديم في الجامعه. طيب هيفتح معانا دلوقتي الابلكيشن، هيفتح معانا بالشكل ده. طبعا انا كنت عملت ابلكيشن سابقا على نفس يعني على نفس الموقع، عملت ابلكيشن عشان اعرف اشرح لكم منه. فانت اول لما هتفتح الصفحه معاك هتروح عند الكلمه دي، شايفين هنا ادمشن ابلكيشن، هتضغطوا عليها، ولما تضغطوا عليها هيطلع لك كرييت اور فيو ابلكيشنز، تمام. فانت هتروح بقى تعمل عند كلمه كرييت دي، اللي هي تضغط على كلمه كرييت انك عايز تنشئ ابلكيشن او تشوف ابلكيشن الحالي بتاعك لو انت عملت ابلكيشن سابقا، تمام. فدلوقتي هتفتح معانا الصفحه، طبعا هنا كاتبين كرييت اور فيو، تمام. طيب انا هنا ظهر عندي ده، بتضغط على كلمه كرييت نيو ابلكيشن، طبعا هي مش ظاهره لي لان انا بالفعل عملت واحد. فانا هروح للابلكيشن اللي انا كنت بدات فيه واضغط على كلمه اديت بس عشان اعدل فيه واوريكم الصفحات اللي بتكون موجوده فيه، ايه الاشياء المطلوبه. طيب هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه مطلوب منك هو البيزك انفورميشن، معلوماتك الاساسيه، يعني انت هتقدم على بكالوريوس ماجستير دكتوراه ولا دورات قصيره، هتبدا الدراسه من امتى، كل التفاصيل دي بتكون موضحه هنا، تمام. وهنا بتتحط لك فصل الدراسة تلقائي، تمام؟ عايز تختار فصل الـ الشتاء أو فصل الخريف، فتختار الفصل الدراسي اللي أنت عايز تبدأ فيه، تمام؟ طيب وهنا بتحط بقى اسمك، اسم العائلة، بتحط تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، رقم جواز السفر، معلومات الإقامة بتاعتك، أنت قاعد في أي دولة حاليًا. هنا بتختار التخصصات، هتلاقي هنا عندك طبعًا باشلر سيفل انجينيرنج، بايوميديكال انجينيرنج، بتلاقي تخصصات كتيرة جدًا تقدر تشوف التخصص المناسب، ومتاح ليك تختار بحد أقصى رغبتين، تمام. وهنا بتقول لهم انت عرفت عنهم ازاي، طبعا يفضل يعني حط بقى طبعا الرابط قناتنا عشان انت طبعا عرفت المنحه لو عرفتها عن طريق قناتنا، فتحط الرابط بتاع قناتنا وتقول لهم عن طريق مثلا اليوتيوب وتوضح ده، تمام. طيب بعد كده بتخش على الصفحه اللي بعدها اللي هي educational information، صفحه بقى المعلومات الدراسيه بتاعتك، تمام، الخلفيه الدراسيه بتاعتك، انت اتخرجت من ايه او بتدرس حاليا في ايه. فبتروح تعمل على دي سيف وبتروح على الصفحه اللي بعدها، تمام، بيوديك للسكشن اللي بعده على طول اللي هو الايديوكيشنال انفورميشن. هنا في الايديوكيشنال انفورميشن بيقول لك بقى اسم المدرسه اللي انت اتخرجت منها واللي انت تدرس فيها في اخر سنه حاليا، تاريخ التخرج امتى، المعدل بتاعك ايه، تختار كل ده، تمام. وهنا لو عندك اي شهادات لغه اضافيه بتضيفها، اف افيلبل يعني لو متاح، تمام. وهنا دي في حاله تعذر الاتصال بيك على بياناتك الرئيسيه، حاول توضح لهم مثلا بيانات والدك والدتك اخوك عشان يتواصلوا معاك في حاله تعذر الاتصال بيك. بعدين بتضغط على كلمه سيف وبتخش على الخانه اللي بعدها. الخانه اللي بعدها بتحط بقى فيها الاوراق الخاصه بيك، تمام. هنا الاتاتشمنت المفرقات، هتيجي هنا عند
كاتب لك هنا علامة النجمة الصغيرة دي، يعني الحقل ده إلزامي، يعني لو مش محطوط علامة النجمة دي بيبقى مش إلزامي إنك تحط. هتلاقي محطوط قدام الهاي سكول بتاعتك، الشهادة بتاعتك محطوط علامة النجمة، يبقى لازم ترفق كشف درجات ليها، تمام؟ وكوبي اوف فاليد باسبورت اللي هو رقم جواز السفر بتاعك او صوره جواز السفر بتاعك بتحطها هنا. طبعا دي بقى اشياء اضافيه، لو انت بقى معاك صوره مثلا من انهاء الخدمه العسكريه بتحطها هنا، لو انت معاك شهاده لغه بتضيفها، لو انت معاك اقامه في الامارات بتضيفها، كل دي حاجات بتكون اضافيه، بتكون يعني ما بتاثرش على الابلكيشن، لان ممكن يكون واحد مقيم في الامارات فيضيف الاقامه بتاعته، ممكن واحد مش مقيم في الامارات من مصر مثلا فخلاص بيسيب الحقل ده فاضي، تمام كده؟ طيب بعدين بتعمل سيف وبتخش على الصفحه اللي بعدها. في الصفحه اللي بعدها بتلاقي هنا بقى، ركز بقى معايا هنا، عشان هنا في رسوم ابلكيشن، في ابلكيشن، في ايه الابلكيشن؟ في ده الابلكيشن، في ده انا شرحته قبل كده عده مرات وقلت ان هو رسوم ابلكيشن بتدفع لما بتخلص انت ميل الابلكيشن بتاعك عشان طلبك يوصل بنجاح للمنحه، وده بيتعمل على اساس ان المنحه تراجع الطلب بتاعك وعلى اساس بيان الجديه. يعني ممكن مثلا اي واحد يخش يملا الابلكيشن ويروح يبعته للجامعه ويكون كاتب فيه اي حاجه وخلاص، بس هو فاضي حكي كاتب اي حاجه، فطبعا ما ينفعش. الجامعات حرصا على الجديه وعلى وقتهم في المراجعه وما الى ذلك، فبيعملوا الرسوم الابلكيشن ضمان جديه. وعلى فكره لما بيكون في رسوم ابلكيشن ده بيكون افضل كمان، بيعطيك فرصه اكبر، ما بيكونش في تنافس كبير، فممكن انت تكون من الناس اللي هتتقبل. ليه؟ لان مفيش تنافس كبير، مش كله هيدفع المبلغ، فبالتالي ده بيكون افضل ليك لما بيكون كمان في رسوم ابلكيشن. فبتضغط على باي اونلاين وبتدفع رسوم الابلكيشن، والابلكيشن بتاعك بيوصل بنجاح للمنحه وبتنتظر ردهم ان شاء الله، تمام؟ فكده بوضحنا كل التفاصيل. منحه ممتازه جدا، ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا من خلالنا، رابط خدماتنا هنا وكمان موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.